الفيلم الذي منعت النهضة تصوير جزء منه في رحاب مجلس النواب. الفيلم هذا هو عنوان فتوى للمخرج محمود بن محمود وللمنتج نجيب بالهادي. الموضوع متاعه هو البحث نجيب بالهادي المنتج نجيب، أما المخرج محمود بن محمود. محمود بن محمود تقريبا العنوان يعني عنوانه فتوى يعالج الفكر السلفي وكيفية انتشاره لدى الشاب والناشئة في تونس. أساسا كل الكتل وكل الفاعلين في مجلس النواب وافقوا على التصوير في رحاب قصر باردو، لكن نواب النهضة منعوا ذلك. وليش؟ ما ثمش حتى أي تبرير، قالوا أعطونا أسبوع للتفكير. يعني هذه حركة تدعي المدنية، هذه حركة تقول أنها تساند يعني الفعل الثقافي أو تدعي، تجي قدام حقيقتها وترفض تصوير جزء يعني يستمر على امتداد أسبوع فقط في مجلس النواب. شوف وراه أنت شاكر تعرف كاري الماتريال بتاع تصوير فيلم، إذا كان أسبوع يتأخر هو كاري الماتريال على الأسبوع ذاك، كان باش تأخره أسبوع وباش تعاود سواديزون يسمحوا له فيما بعد، يعني عشرات الملايين كان مش مئات الملايين كاري الماتريال والإفكتيف والخدمة والالتزامات نتاع الممثلين. أنا نقول أعتقد أنه البحث في نشر الفكر السلفي ربما ما سنه. أنا نعرف أن زعيمهم قال يبشرون بثقافة جديدة ويفكرونني بشبابي. أنا مش عارف هذا أثر فني يتناول بعين أقول سينمائية لحظة معينة ولحظة فارقة شهدتها تونس في السنوات القليلة الماضية، بل ربما عندها امتداد يعود إلى ما قبل الثمانينات إذا كان النهضة يعنيها الموضوع بطريقة مباشرة. أنا هنا يلزمنا وزارة الثقافة تفصل بين يعني ما أقدم عليه نواب النهضة وما بين القرار متاعها، يعني مش ضرورة جماعة النهضة يقبلوا ولا يرفضوا، نجم ناخذ كوان معين ونصوروا فيه في مجلس النواب. في أعطى الديمقراطيات وأعطى الدول صوروا في مقر الـ FBI والـ CIA والـ KGB، دونك ما نصورش أنه مجلس النواب ولا النهضة حريصة جدا. أنت متأكد من المعلومة هكا توا؟ متأكد منها 10,000%. دونك هنا هذه حركة تدعي المدنية وهي ليست كذلك. ونذكرك يا شاكر بحاجة، وقت اللي شد علي العريض والحمادي جبالي رؤساء حكومات وهما منتمين هما وقت نهضويين هم بالضرورة، حتى واحد منهم ما شفته أشرف على التظاهرة الثقافية ذات بعد وطني. دونك أنا شو نقول، فاقد الشيء لا يعطيه وألا سماهم على وجوههم. دونك يدعي المدنية في حين هم يضمروا غير المدنية. ثم نقطة أخرى شاكر مهمة جدا قاعدة بدأت رحاها الدور الأيامات، عارك ومعروك بين زوج مؤسسات تلفزية بين قناة الحوار التونسي وقناة كارتاج بليس. أنا نعيب على أولادي يقولوا القناة الجديدة كارتاج بليس، هي ما هي جديدة، هي قديمة، قبلها اسمها فيرست تيفي وقبلها اسم تي دبل في تي متاع عصام الخريجي، من بعد خذاها قيس مبروك والأسعد خضر بدلوها فيرست تيفي وتوا ولات كارتاج بليس، وتبدلت فيرست تيفي على الذنب اللي كان ممكن يلحقها كي بعثت الأولاد ليبيا. العرك على فيلم الممثلة أو فيلم المسلسل السلطان قاسم، ديزافيش خرجت تقول أنه كارتاج بليس ستبث حصرين الجزء الأخير من هذا المسلسل، وتدعي أنها ستتخصص في بث الأعمال الدرامية. بعد الحملة الإعلامية نقولوا في ليبانو في الدنيا كل فوجئنا بأن الحوار التونسي هي اللي باش تتكفل ببث هذا الجزء اللي كانت كارتاج بليس تروج له. ثم إشكال قانوني هنا أنه كارتاج بليس دفعت للشركة الأم مبلغ 520,000 دينار في حين أنه الاتفاق فوق المليار، ما صبتش باقي الفلوس في الأجال القانونية. ربما ثم بند خليهم يمشيوا ديريكت الحوار التونسي، اقتنصت الفرصة عن طريق سونيا بن بلقاسم صاحبة الشركة هذه اللي تجيب في العمل هذه الممثلية أنك تمثل عندكش عندي. دونك ولات مشكلة كبيرة، تدخلت غرفة القنوات التلفزية في الاتكاء اللي يقودها السيد عبد الحميد بن عبد الله مناصرة لكارتاج بليس. الحكايه وصلت القضاء، سيد قال لك انا اللي عملت، وصلت القضاء خاطر ملاحق الحوار خذت المسلسل دخل على الخط. هي الحكايه سهله شاكر، هم عملوا كونترا بيجيبوا اربع مسلسلات بقيمه مليار، اي يعني تقريبا 4,000 دينار
4000 دولار بليتو الحلقه وخزنت الدينار كتاح. هما يعني كارتاج بليس دفعت للشركه مبلغ يفوق 500000 دينار على اعتبار انه في اجل محدد باش تكمل لها النصف الباقي. الاجل جات وما تثبتش الفلوس اوكي واضح. ولات وشكون الانترميدير؟ هي الشركه نتاع الممثل سوني بالجاز. قانونيا من حقها باه قانونيا وقت اللي دفعت ال 500 من حقها. وقتاش يولي عندها التاشيره القانونيه؟ وقت تكمل تخلص الكل. لان ما بعتلاش كان سلطان قسمي بعت لها ثلاثه مسلسلات وبرشا مسلسلات اخرين. دونك طاح البوند هذاك نتاع البث. اقتنصت الحوار التونسي الفرصه ومشيت خذيته باش تبثه يومين يعني بشكل دوري. لكن المشكله الشاكر نتروها هنا القنوات كلها تعدي في المسلسلات التركيه. نقول لك على هذيك مشكله تعرف نقول لك ما لا سمحني في عوض والله ما يسالش نبدا حتى بنسمه تو من جهه نحكيو على التشجيع على الدراما التونسيه والانتاج الخاص وان تولي على طول العام تولي تقعدش كيف في رمضان. من جهه اخرى انتم تسنسوا في المشاهد التونسي نسمه وتونسنا وكارتاج بليس واللي تحب انت شكرا تو انت فزت التلفزه هل انه احنا عندنا امكانيات باش نعملوا انتاج خاص على مدار السنه؟ احنا كنا ندور الفلوس كنا ندوروا احنا قبل الثوره في ببليستي ما قيمته 120 مليار 120 مليار تلفز الكل والاذاعات الكل والجرايد الكل كومبري حتى البانوات وكل كيران صفر ستيرا 120 مليار ب بعد الثوره لحد الان تدور في حكايه 75 مليار. عندك 11 تلفزه 8 تلفزه 19 اذاعه كنقولوا هذوما امورهم قانونيه واضحه يشتغلوا بشكل دوري. الجرايد اللي الورقيه هاي نقصت انت 15 حلقه تتكلم في حدود مليار و200 بالمفهوم التونسي. عندك شارج نتاع كل شهر كل مؤسسه تلفزيه نحكي لك واحده كيما الحوار ولا حنا بعل ولا ناس ما نحكوش على التلفزه الوطنيه مطالبه باش تخلص في حد على الاقل وحده تخدم ما بين 300 و600 واحد. دونك الشارج نتاع الشهر يفوق النصف مليار في كل المؤسسات هذه. هل هي قادره تدخل الساعه الشارج نتاع الخلاص وقادره باش تفضل باش تنجم تنتج؟ هي يعطيها الصحه المؤسسات الخاصه باش تنجم تنتج رمضان وراو ثم مؤسسات نعرفها تاخذ دي كريدي من عند بنوك باش تنتج رمضان اسافوار مردودين بتاع الاشهار تجيها والا ما تجيهاش. هي المؤسسه العموميه القناه الوطنيه اللي عندها بيجي من الدوله وعندها اشهار وعندها فلوس ستيك وما تنتجش كان في زوز اعمال اذا كان مش عمل واحد. دونك ثم ازمه في تونس هنا ما عندناش صناعه. جيب الاعمال التركيه كيما قبل نجيبوا الاعمال المصريه يعني هذيك هي باش تعبي لونتين. ام القنوات كل توقع تتبع في بعضها. دونك ثم ما نعرفش انا نعرف القسم هذا سلطان قسم شاكر في الجزء اللي باش يتعدى في تركيا عمل 1% نسبه مشاهده وهذا ما يتخدمش الاول. لا 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 اسمع خلينا نعطيك انا صحيح نعطيك في الصحيح عمل 1% وكان انت كي تعمل كونترا على مسلسل كامل لا هذوما يعملوا بالكونترا على حلقه يعني ثم مسلسل فنان طيب. ما تنجمش تلقى طيب. حلقه طيب. القادمه طيب.